السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء طلاب الصف الثاني لمدرسة المناهل الدولية، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في درس جديد لمادة اللغة العربية. الآن يا صغاري سوف نشاهد معا هذا الفيديو، فهل أنتم مستعدون؟ الآن يا أطفالي، ماذا شاهدنا في هذا الفيديو؟ ما الذي حدث للشجرة؟ أحسنتم يا أبنائي، شاهدنا دخان السيارات، وماذا فعل دخان السيارات بالبيئة؟ جميل جدا، إنها قامت بتلويث البيئة، وهل هذا ضار أم نافع للبيئة؟ أحسنتم يا صغاري، إنه ضار بالبيئة، وكما تعلمون أنه يجب علينا الحفاظ على البيئة، وهذا بما يذكرنا يا أطفالي. أحسنتم، بدرس أحلى بيئة عندما تكومت الأوراق في وسط الغابة واحتارت الحيوانات والطيور ماذا تفعل بها؟ وهذا يعني أن النار مضرة بالغابة، وأيضا دخان الحرائق والسيارات من ملوثات البيئة، إذن يجب علينا الحفاظ على البيئة، فسلامة بيئتنا من سلامة صحتنا. الآن يا أطفالي لنقوم بمراجعة سريعة لدرس أحلى بيئة، ما الحيوانات الموجودة في هذه الصورة؟ جميل جدا، الغزلان والثيران والأرنب والبطة والإوزة وأيضا النمل، إذن ماذا تفعل الحيوانات؟ أحسنتم، نظفت أماكنها. الآن يا أطفالي لنبدأ بحل التدريبات. الرصيد اللغوي، أضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة فيما يأتي: تكومت أوراق الغابة. كلمة تكومت تعني، ماذا تعني يا صغاري؟ تجمعت، انتشرت، يبست. لنشاهد معا هذه الصورة، ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ جميل جدا، نشاهد أن الأوراق قد تكومت، وماذا يعني تكومت؟ جميل جدا، تعني تجمعت، إذن كلمة تكومت تعني تجمعت. الآن نقرأ السؤال الثاني، أبحث في المقطع الثاني عن ضد كلمة كسل، لنعود معا إلى الدرس لنقرأ معا.
راحت الطيور والحيوانات تعمل بجد ونشاط لتفوز في المسابقة. الآن كيف كانت تعمل الطيور والحيوانات؟ هيا يا صغاري. أحسنتم، تعمل بجد ونشاط. إذن وما هو ضد كلمة كسل؟ إذن أحسنتم، ضد كلمة كسل نشاط. جميل جدا يا صغاري. الآن لننتقل إلى التمرين الثاني. أستوعب وأفهم. أولا، ما شرط المسابقة التي أعلن عنها أمير الغابة؟ لنعود إلى الدرس. المقطع الأول، أعلن أمير الغابة عن مسابقة أنظف بيت وحدد لها شرطين. الشرط الأول، لا يضع المتسابق أوساخا أمام بيت جاره. والشرط الثاني، مدة المسابقة أسبوع واحد. إذن ما شرط المسابقة يا أطفالي؟ جميل جدا، شرطين. الشرط الأول، لا يضع المتسابق أوساخا أمام بيت جاره. والشرط الثاني، مدة المسابقة أسبوع واحد. الآن لنضع الحل. الشرط الأول، لا يضع المتسابق أوساخا أمام بيت جاره. والشرط الثاني، مدة المسابقة أسبوع واحد. السؤال الثاني، لماذا لم تحرق الحيوانات أوراق الغابة؟ لماذا لم تحرق الحيوانات أوراق الغابة؟ لنعود إلى الدرس. لنقرأ معا. تكومت الأوراق في وسط الغابة، واحتارت الحيوانات والطيور ماذا تفعل بها، وقررت حرقها. وفجأة وصلت البومة الحكيمة من سفر طويل وقالت، لا يا أصدقائي، النار مضرة بالغابة، فالأوراق لا تحرق بل توضع تحت التراب لتكون سمادا للأشجار. سمعوا من البومة وتعاونوا على وضع الأوراق تحت التراب، وبدأ منظر الغابة جميلا جدا. إذا ما هو الجواب يا أطفالي؟ أحسنتم، وفجأة وصلت البومة حكيمة من سفر طويل وقالت، لا يا أصدقائي، النار مضرة بالغابة، فالأوراق لا تحرق بل توضع تحت التراب لتكون سمادا للأشجار. جميل جدا. الآن نضع الحل. الآن يا صغاري لننتقل إلى السؤال الثالث. أضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة وإشارة خطأ أمام الإجابة الخطأ. الجملة الأولى، نظف الحسون عشه. هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ جميل جدا، صحيحة. الجملة الثانية، نظفت الأرنب الوكر. نظفت الأرنب الوكر. هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة يا صغاري؟ أحسنتم، إنها صحيحة. الجملة الثالثة، أبعدت الثيران ما علق من نفايات في الماء. هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم، إنها خاطئة. الثيران لم تبعد ما علق من نفايات في الماء، بل من أبعدها؟ جميل جدا، البطة والإوزة. الجملة الرابعة، عادت البومة من سفر طويل. هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم، إنها صحيحة.
الآن ننتقل إلى ثانيا. أكمل شفويا بما يناسب. الآن سوف نقوم بحل هذا التمرين شفويا. الحصان نظف عشه. الأرنب، ماذا فعل الأرنب؟ أحسنتم، نظفت وكرها. والنمل أيضا نظفت أماكنها. وماذا فعلت البطة والأوزة يا أطفالي؟ أحسنتم، نزلتا غدير الماء وراحتا تحملان ما علق في نفايات من الماء إلى اليابسة. الآن ننتقل إلى التمرين الثاني. أيضا سوف نكمل الجملة شفويا. من ملوثات البيئة دخان الحرائق كما شاهدنا في الدرس. النفايات أيضا يا أطفالي، ما الذي يقوم بتلويث البيئة؟ ما هي ملوثات البيئة أيضا؟ أحسنتم يا صغاري، عدم رمي الأوساخ في الأنهار. وأيضا جميل جدا تلوث الغذاء أي التربة عندما ترش بالمبيدات. الآن يا أطفالي ننتقل إلى السؤال الثاني. أختار الإجابة الصحيحة. أعلن أمير الغابة نتيجة المسابقة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ سوف نقرأ الجمل. قبل أن يتجول في الغابة، بعد أن تجول في الغابة، في أثناء تجوله في الغابة. هيا يا أطفالي، متى أعلن أمير الغابة نتيجة المسابقة؟ جميل جدا، بعد أن تجول في الغابة. الآن أحدد من القصة المكان الذي جرت فيه حوادث القصة. أين جرت حوادث القصة؟ جميل جدا، في الغابة. إذن الآن من يذكر لي ثلاثا من شخصيات القصة؟ هيا يا أطفالي. أحسنتم، أمير الغابة، البومة، والأرنب. السؤال الرابع، أذكر حيوانات أخرى أعرفها تعيش في الغابة. هيا من يذكر لي حيوانات أخرى تعيش في الغابة؟ جميل جدا، الأسد، الأفعى، الثعلب. الآن يا أطفالي سوف ننتقل إلى اللغة والتراكيب. أقرأ وألاحظ ما، لا، لن في كل من الجمل الآتية. الآن ما هي ما ولا ولن؟ وقد تعلمناها سابقا. من يقول لي ما هي هذه الحروف؟ أحسنتم يا أبنائي، إنها حروف النفي كما تعلمناها سابقا. ما، لا، لن، وأيضا لم. الآن سوف نقرأ الجمل الآتية. ما أهمل أحد منكم نظافة بيته؟ أين يوجد حرف النفي؟ أحسنتم، ما أهمل أحد منكم نظافة بيته؟ الجملة الثانية، الأوراق لا تحرق، أين حرف النفي؟ جميل يا صغاري، لا، الأوراق لا تحرق.
الجملة الثالثة: لن أعطي الجائزة لأحد منكم، بل سأقسمها عليكم. أين حرف النفي في هذه الجملة؟ جميل جدا، لن. إذن ما، لا، لن. لننتقل يا أطفالي إلى التمرين الثاني. تدريبات القراءة: أقرأ المقطع الثالث وأطرح سؤالا يبدأ بماذا؟ ماذا وهي من أسماء الاستفهام. أحسنتم يا طلابي. لنعود إلى المقطع الثالث لنقرأ معا المقطع الثالث. تكومت الأوراق في الغابة في وسط الغابة، واحتارت الحيوانات والطيور ماذا تفعل بها، وقررت حرقها. وفجأة وصلت البومة الحكيمة من سفر طويل، وقالت: لا يا أصدقائي، النار مضرة بالغابة، فالأوراق لا تحرق، بل توضع تحت التراب لتكون سمادا للأشجار. سمعوا من البومة وتعاونوا على وضع الأوراق تحت التراب، وبدا منظر الغابة جميلا جدا. الآن كيف سوف نصيغ جملة تبدأ بماذا؟ لنفكر معا يا طلابي. ما رأيكم أن نطرح سؤالا عن البومة الحكيمة؟ الآن من يطرح لي سؤالا يبدأ بماذا؟ أحسنتم. ماذا قالت البومة الحكيمة للحيوانات والطيور؟ إذن ماذا قالت البومة الحكيمة للحيوانات والطيور؟ ونحن نعرف الإجابة جيدا عندما قرأنا المقطع الثالث. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. أمثل دور أمير الغابة في المقطع الرابع وأقرأ قوله. الآن سوف أترك لكم هذا السؤال يا طلابي. السؤال الثالث: أقرأ ما يأتي مميزا لفظ التنوين في حالاته الثلاث. لنقرأ الجمل: النار مضرة بالغابة، أتمنى أن تحافظوا دائما على بيئة نظيفة. الآن أين يوجد التنوين في الجملة الأولى؟ النار مضرة بالغابة، أين يوجد التنوين يا أطفالي؟ جميل جدا، مضرة. وما هو نوع التنوين يا صغاري؟ أحسنتم، إنه تنوين الضم، مضرة. ننتقل إلى الجملة الثانية. أتمنى أن تحافظ دائما على بيئة نظيفة، أين يوجد تنوين في هذه الجملة؟ أحسنتم، دائما. ما نوع التنوين؟ تنوين الفتح. ما نوع التنوين يا أصدقائي؟ تنوين الفتح. وأيضا هل يوجد تنوين آخر؟ جميل جدا، بيئة. ما هو نوع التنوين في كلمة بيئة؟ أحسنتم، تنوين الجر. وأيضا هل يوجد تنوين؟ أحسنتم، في كلمة نظيفة، أيضا تنوين شر. إذن الكلمات مضرة تنوين الضم، دائما تنوين الفتح، بيئة تنوين الجر، نظيفة تنوين جر. الآن لننتقل إلى التدريب التالي.
أتذوق لغتي. أتعرف الفرق بين معنى الكلمتين المتماثلتين فيما يأتي. نقرأ الجملة الأولى: أبعدت الأعواد اليابسة. ما معنى كلمة اليابسة؟ ما معنى كلمة اليابسة يا صغاري؟ أحسنتم، تعني الجافة. نقرأ الجملة الثانية: تحملان ما علق من نفايات في الماء إلى اليابسة. ما معنى كلمة اليابسة في هذه الجملة؟ كلمة اليابسة تعني الأرض. الآن يا أطفالي، لنشاهد الفرق. الكلمتين المتماثلتين، اليابسة في الجملة الأولى واليابسة في الجملة الثانية. الكلمة واحدة لكن اختلف المعنى في كل جملة. في الجملة الأولى جاءت بمعنى الجافة لأن الأعواد كانت جافة، أما في الجملة الثانية فجاءت بمعنى الأرض. تحملان ما علق من نفايات في الماء إلى اليابسة، أي الأرض. الآن لنقرأ السؤال الثاني: أميز الحقيقة من الخيال. هناك حقيقة وهناك خيال. كنس الأرنب بيته. نقرأ الجملة الثانية: كنس عامل التنظيفات الشارع. لنرى الجملة الأولى: كنس الأرنب بيته. هل هذا حقيقة أم خيال؟ هيا يا أطفال. أحسنتم، إنه خيال. لنرى الجملة الثانية: كنس عامل التنظيفات الشارعة. هل هذا حقيقة أم خيال؟ جميل جدا، إنه حقيقة، فنحن نرى دائما عامل التنظيفات يقوم بتنظيف الشارع. إذن هذا حقيقة. الآن لننتقل إلى موقف ورأي. هل توافق أمير الغابة على موقفه في تقسيم الجائزة؟ هيا يا أطفالي. نعم، أحسنتم، لأنه قام بتقسيم الجائزة بالعدل على جميع الحيوانات، إذن شيء رائع. لو أعلن عن مسابقة أنظف صف في مدرستك، ما العمل الذي ستشارك فيه؟ هيا يا أطفال، فكلنا نعرف أن النظافة من الإيمان. أحسنتم، نقوم بتنظيف الصف والمقاعد والسبورة. جميل جدا، فمدرستنا هي بيتنا الثاني. جميل جدا، لننتقل إلى التدريب التالي. أتعلم من هذا الدرس أنني إذا شاركت في مسابقة علي أن أتقيد بشروطها فأتقدم في الموعد المحدد وأحضره. الآن يا أطفالي سوف أترك لكم هذه الصفحة واجب. أتعلم من هذا الدرس أنني إذا شاركت في مسابقة علي أن أتقيد بشروطها فأتقدم في الموعد المحدد وأحضر فراغ. أعبر شفويا، أتأمل الصورتين الآتيتين ثم أكمل الحوار. الآن لدينا صورتين، والمطلوب منكم يا صغاري أن تقوموا بحل هذه الفراغات عند تأمل الصورتين. والآن انتهينا من حل التدريبات. أتمنى لكم كل التوفيق وأرجو لكم النفع والفائدة. شكرا لكم.